من مخيم النصيرات وتحديدا غرب مخيم النصيرات. تم استهداف هذا المنزل الذي يعود لعائلة شحادة. تم انتشال 10 جثامين لشهداء، وما زال أطقم الدفاع المدني وأطقم الإسعاف تحاول الوصول إلى من هم تحت الأرقاض. نحن نتحدث، الجيران يتحدثون عن أن هناك في هذا المنزل ما يقرب من 30 شخصا. تم انتشال 10 وبانتظار أن يتم انتشال الباقي، ولكن كما تشاهدون الشباب يحاولون العمل بأيديهم، يبحثون عن ناجين في محاولات حثيثة لأن يصلوا إليهم، ولكن المشهد صعب جداً.